الهلال الأحمر الإماراتي، وسوف نبدأ إن شاء الله شرق أحياء مديرية المكلا إن شاء الله، وسوف نستمر طيلة شهر رمضان في توزيع هذه المكرمة الإماراتية، ونقدم الشكر الجزيل لدولة الإمارات الشقيقة على هذه المكرمة، وهي عبارة عن سلة غذائية متكاملة سوف تساهم في تخفيف مساعدة في الأمن الغذائي لسكان هذه المديرية المحتاجة، وإن شاء الله سيتم توزيعها حسب الكشوفات المعتمدة بإذن الله تعالى. ونبلغ تحيات القائد اللواء الركن فريس سالمين البحسني على هذا الاهتمام بتنظيم العمل المجتمعي عن طريق اللجان المجتمعية في الأحياء، كما نشكر لجنة الإغاثة بمديرية المكلا على الاهتمام ودقة التنظيم، تنظيم التوزيع الذي سوف يستمر من اليوم إن شاء الله، بيستمر لعدة أيام إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.